أهلا بكم من جديد. قالت الرئاسة الفلسطينية أن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون واحدا من عدة إجراءات مرتقبة هدفها ترتيب البيت الفلسطيني بعد قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة. وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه بعد قرار تأجيل الانتخابات تسعى الرئاسة إلى حوار مع الفصائل كافة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القرارات الدولية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الشرق محمد دراغمة. محمد أهلا وسهلا بك. إذن الرئاسة اليوم تتحدث عن حكومة وحدة وطنية وتدعو إلى حوار بين الفصائل كافة، ما أبرز ردود الفعل حول هذا الطرح في البداية؟ نعم، تحدثنا مع عدد من الفصائل. الحقيقة السياسيون هنا، الطبقة السياسية والمراقبون، لا يتعاملون بكثير من الجدية مع هذه الدعوة. لديهم شكوك عميقة بأنها جاءت لإرضاء الشارع الغاضب على إلغاء الانتخابات. ربما تكون السلطة مهتمة بإجراء تغيير، لكن ربما هذا التغيير يكون شكليا في النهاية وليس جوهريا لأسباب عديدة. أولا، من ناحية حركة حماس في قطاع غزة، لديها شروط يبدو لي أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تلبيتها من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني. أهمها المشاركة الجدية لدى هذه الحكومة، يكون تفويض جدي وأن تعمل على حل مشكلات غزة. مشكلات غزة كبيرة، هنالك أكثر من حوالي 50,000 موظف في قطاع غزة عينتهم حركة حماس، عينت معظمهم، وبالتالي هذه الجموع الغفيرة من الموظفين سيكونوا على موازنة السلطة الفلسطينية التي سجلت عجزا كبيرا. أيضا يطالبون بالدخول في منظمة التحرير، أن تكون الحكومة جزء من باكيج، من مجموعة إجراءات تتضمن تغيير حكومي جدي، تفويض لهذه الحكومة الجديدة، وأيضا تغيير جدي في بنى منظمة التحرير الفلسطينية. أيضا هنالك شكوك حول جدية هذه الدعوة، لأنها لم تتضمن انفتاحا على الكتل الانتخابية. هنالك 36 كتلة انتخابية ظهرت في هذه العملية الانتخابية، والآن مطالبة هذه الكتل بأن تختفي عن المشهد. لا يوجد حوار مع هذه الكتل، لذلك المرجح أن تكون إذا ما حدثت تغييرا شكليا في الحكومة وليس تغييرا جوهريا يتضمن قطاع غزة وباقي الفصائل. نعم، واضح محمد. طيب، الرئاسة تحدثت عن إجراءات عدة مرتقبة لترتيب البيت الفلسطيني كما قالت، ماذا تقصد بهذه الإجراءات إذا ما توفرت لديك معلومات؟ يعني أحد هذه الإجراءات بالتأكيد العودة إلى الحوار الوطني، حوار الفصائل. هذا الحوار مستمر منذ العام 2007، منذ الانقسام 2007، وسار في محطات عديدة، لكنه لم يصل إلى المحطة الأخيرة وهي الانتخابات وإعادة توحيد البلاد. أيضا هنالك دعوة لمنظمة التحرير للإنعقاد، تحديدا المجلس المركزي وهو برلمان متوسط يمثل البرلمان الأكبر المجلس الوطني. هذا المجلس المركزي مدعو للانعقاد من أجل إعادة قراءة البيانات والبرامج السياسية وإعادة تحديث العضوية وكل هذه الأشياء. ربما تكون هذه الدعوات ربما تكون فقط من أجل إرضاء الشارع أو لمواصلة إدارة الملف السياسي، وربما تكون هنالك توجهات لتعديلات طفيفة ضمن النظام السياسي القائم. هذه التعديلات تتضمن تغييرا حكوميا، تغيير بضع حقائب وربما رئاسة الحكومة، لكن من نفس المعسكر، وعدم الوصول إلى التغيير الكبير الذي كان يطمح له الشارع الفلسطيني بوجود برلمان مشترك بين الضفة وغزة ووجود مختلف الفصائل تحت مظلة السلطة وتحت مظلة منظمة التحرير. واضح بأنه لا يوجد مشروع جدي لإنهاء الانقسام، لذلك هنالك إدارة لهذا الملف وليس إنهاء له. واضح جدا. مدير مكتب الشرق محمد دراغمة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات. حدثنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا اتخاذ قرار إخلاء عائلات في حي الشيخ جراح حتى الخميس، وتزامن مع جلسة المحكمة الإسرائيلية تنفيذ اعتصام مفتوح للعائلات المهددة بالإخلاء في الحي المقدسي. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد هاجمت المعتصمين داخل الحي قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها لطرد العائلات من بيوتها.
نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم، وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة الإفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.